بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة النهاردة على أغلب الأنحاء عشان يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري بالقاهرة والحد شمال الصعيد. بيكون في طبعاً ارتفاعات زي ما قلت لحضراتكم، ودي بتكون ملحوظة في هذه الأماكن، وبتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد بيصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وقد تمتد للقاهرة. الرياح هتكون غربية معتدلة، ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة هتكون العظمى في القاهرة 31 والصغرى 19، أما اسكندرية هتكون العظمى فيها 23 والصغرى 16 درجة. طيب، لتطمينات أكتر عن حالة الطقس بينضم لنا هاتفيا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. أهلا بيك يا دكتور محمود. اهلا بحضرتك استاذ هشام وكل الساده المشاهدين. صباح الخير والورد على حضرتك. يمكن احنا بنقول في ارتفاعات ملحوظه واكيد احنا حاسين بيها بقالنا يومين يمكن او ثلاثه. النهارده درجات الحراره برضو بتسير بنفس المعدلات، لغايه امتى دكتور محمود هنستمر على هذه الارتفاعات اللي احنا وصفناها من خلال الخبر؟ هو واضح طبعا منذ الساعات الاولى من صباح اليوم حتى في الساعات المتاخره من الليل النهارده كنا حاسين كلنا بارتفاع في درجات الحراره. يعني حتى على سبيل المثال درجة الحرارة الصغرى النهاردة سجلت 20 درجة مئوية على القاهرة على سبيل المثال، متوقع ليها النهاردة أن تصل ذروة الارتفاع النهاردة وبكرة إلى 31 درجة مئوية. طبعا كموجة يعني كأعلى درجة حرارة خلال الموجة الحارة اللي بتشهدها البلاد خلال هذه الفترة. إن شاء الله اعتبارا من يوم الثلاث هنشهد انخفاض تدريجي، انخفاض طفيف وتدريجي، يعني لو قلنا النهارده 31 وبكره 30، متوقع الثلاث انها توصل ل 28 درجه، وعلى ان يستمر الانخفاض التدريجي يوم الاربعاء وتوصل ل 25 درجه على القاهره خلال ساعات النهار. فترات الليل الى حد ما بنوصف الطقس بانه بارد خلال هذا التوقيت من العام، مع درجات الحراره التي تتراوح من 19 و20 درجه مئويه على القاهره. الرياح هاديه على اغلب انحاء الجمهوريه، النشاط محدود في المناطق الصحراويه وغير مؤثر على حركه السفر على مدار اليوم ان شاء الله. باذن الله بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه.